المفاجآت الكبرى. ينصر الله أولياءه الكبار بالمفاجآت الكبيرة التي ترتبك لها قادة الرأي في العالم، بحيث لا يطيقون التفكير، وإذا فكروا لا يستطيعون التدبير، لأن المفاجآت تأتي ساحقة شاملة. لو تكتل العالم كله في الصف الآخر لما استطاع المقاومة ولا الصمود. وتاريخ الأنبياء كلهم أفضل شاهد حي على أنهم ما كانوا يواجهون التحديات التقليدية التي يستطيعها البشر بتحديات تقليدية مثلها، حتى يتم التوازن فترجح الكفة مرة لصالح الأنبياء وترجح مرة أخرى لصالح أعدائهم. فكما أن نوح عليه السلام فاجأ العالم كله بطوفان اجتاح المعمورة كلها، وكما أن إبراهيم الخليل عليه السلام فاجأ الرأي العام بجعل النار بردا وسلاما، وكما أن داود فاجأ الدنيا بقتل جالوت بأحجاره التي سددها الله فلم تخطئ واحدة منها، وكما أن سليمان عليه السلام فاجأ البشرية بتسخير الجن والوحوش والطيور، وكما أن يوسف عليه السلام قفز قفزته الرائعة من البئر والسجن والعبودية إلى العرش، وكما أن موسى عليه السلام طوى تاريخ الفراعنة وجيوشهم في البحر وأربك عالم السحر بتسع آيات بينات وبعصاه التي تلقف ما يأفكون، وكما أن عيسى عليه السلام فاجأ الأطباء الأفذاذ والعقل البشري حتى اليوم بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الرميم، وكما أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فاجأ المنكرين جميعا بالقرآن. هكذا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام يفاجئ بما لا قبل للعالم به. أما تفاصيل تلك المفاجأة فتهمه أكثر مما تهمنا، والذي كلفه بتلك المهمة العالمية الضخمة وفر له الوسائل المناسبة لأدائها، كما وفر لمن سبقه من أوليائه العظام الوسائل المناسبة لأداء مهماتهم. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للشجون، إنني راحة